طيب نبتدي باليوم السابع، واللي بيتكلموا على ان في لوحات اعلانيه او ستاره، من الاخر كده ستاره زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي قدامنا، واكيد هيبقى في لقطات خاصه بقناه الاهلي يعني فيما بعد. لكن الموضوع كله عباره عن ايه؟ عباره ان التدريبات بتبقى بشكل مفتوح، يعني كل الاعضاء اللي موجودين في النادي الاهلي بيتفرجوا، ما فيهاش مشكله. لكن بيبقى في بعض الصحفيين او بعض الاعلاميين اللي هم ايضا اعضاء في النادي الاهلي واللي يحق لهم التواجد، فبيتابعوا المران، فبالتالي يعني بيبقى الدنيا مفتوحه شويه على الاعلام. فطلب من الجهاز الفني ان يتم تغطيه الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين، الجزء اللي حوالين الملعب كله، عشان يبقى في سريه اكتر في التدريبات. هي هتبقى عباره عن ستاره على حد معلوماتي، والستاره دي هتتشال في الاوقات اللي ما فيهاش تدريبات، عشان برضو بيبقى فيو، يعني الملعب بيبقى فيو للاعضاء يعني في كل الاحوال. فشغالين في القصه دي فعلا في النادي الاهلي، وجزئيه مهمه بصراحه. نروح لبوابه سبورت، نفس الكلام، فايلر يؤدي تجديد عقد حسام عاشور مع الاهلي، مفيش تاجيل ولا حاجه، هو كل الموضوع ان التوقيت بس، الدنيا هتمشي ازاي والقرار هيبقى ايه في النهايه يرجع للمدير الفني، وحسب طبعا التواصل مع المسؤولين في النادي الاهلي سواء الكابتن محمود الخطيب او لجنه التخطيط للكره. يعني مفيش جديد يا جماعه بخصوص الملف ده، لما يبقى فيه اكيد حاجه جديده هنبلغها طبعا لحضراتكم، يعني حاجه رسميه. سوبر كوره، شناوي الاهلي يتلقى عروضا من فرنسا وبلجيكا للاحتراف، برضو كلام شفوي، مفيش اي حاجه رسمي، ولو جه عرض رسمي النادي الاهلي هيفكر، بس زي ما قلت لحضراتكم الاتجاهات رايحه فين بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي. 1-3 نفس الموضوع، عرض انجليزي لخطف الشناوي من الاهلي، مفيش عرض رسمي. يلا اللي بعده، صدى البلد، الاهلي يترقب موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وانتر ميلان وديا. يعني احنا عارفين ان اداره العلاقات الخارجيه تحت اشراف طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني بيشوفوا مباريات عالميه على غرار طبعا مباريات النادي الاهلي اللي عارفينها مع انديه اوروبيه كتيره، سواء روما، اياكس، ريال مدريد، برشلونه، ناس كتير جدا لعبناهم. وفي نفس الوقت انت اخر مباراه عالميه تقريبا لعبتها كمان من ضمن المباريات اللي كانت في كاس العالم للانديه من 2013، انت ما لعبتش يعني غير مباراه اياكس مثلا في مباراه اعتزال حسام غالي. فناس يعني في النادي الاهلي بيشتغلوا بيحاولوا يجيبوا مباريات وديه على مستوى عالي، يعني دي بتبقى امور مهمه جدا وتسويقيه لاسم النادي الاهلي الكبير المعروف على مستوى العالم كله، فبيحاولوا في هذا الاتجاه، وكله على حسب طبعا التوقيتات.